still pay, you're building up? تم توفير كل الإمكانيات لإجراء هذه الامتحانات سواء للتعليم المتوسط أو للتعليم البكالوريا، موزعة على 35 مركز على مستوى الولاية، وأبعد نقطة هي المركز المتواجد ببلدية البرمة على بعد 440 كيلومتر. الظروف كلها مهيئة لأنه هؤلاء التلاميذ موزعين، يعني هذه 9110 موزعين إلى 4555 قاعة. لدينا ما يقارب 2048 مؤثر يعني كأستاذ للحراسة، 162 عدد المؤثرين الأمانات. عندنا تقريبا الذين يستفيدون من عملية النقل التلاميذ خاصة بالنسبة للمنطقة النائية، تم توفير كل الظروف تبع تعليمات وتوجيهات السيد ولي الولاية. بالنسبة للسيد رؤساء الدوائر البلديات عندنا 1171 تلميذ يستفيد من عملية النقل.